لا ماشي، كنت غابرة شوية وفجأة درت حوارات صحفية. دائما ملي كيكون جديد كيكونوا الحوارات الصحفية. وقبل كنت في لندن، قلبي دائما مع المغرب، ولكن كان عندي البرايفت شوتينغ اللي هو شغلي القار تمايا. ودابا ان شاء الله لانه كاين جديد وكاين مشروع جديد، داكشي علاش رجعت. مستحضرات جميل للنساء المرضى بالسرطان، لانهم هما اولى انهم يفرحوا، ماشي الناس اللي ربي منعم عليهم الصحه بحالنا. طبعا عيني على المسلسلات المغربيه، لانه احنا اولى باننا كوننا جمهور وعندنا جمهور في المغرب. طبعا احنا اولى اننا نشتغلوا في الاعمال يعني الوطنيه، احنا اولى من غيرنا، احنا اولى من الجزائريين من التونسيين ومن المصريين. حتى نكتفيو حنايا عاد يجيبوا نورمالمون للجنسيات الاخرى، مع احترامي ليهم جدا، لاني ملكه الاستفزاز. داك اللي في بالك، داك الزنزال اللي درت، داك الزنزال اللي درت في مدينتي اكادير. انا ماشي، انا كنت قبل دائما كان شوف، للاسف احنا في بلاد ثقافه وبلاد علم وبلاد اللي تعرفت باصالتها، لكن عندنا واحد النخبه اللي الله يسمح لهم اللي كيشوفوا سمعتنا وسمعه المغرب بانتقاداتهم التافهه. كنشوفوا عند العرب تينتقدوا الفنانين ديالهم وكينتقدوا الاعلاميات ديالهم، ولكن كينتقدوهم باسلوب زويون، باسلوب ثقافي حضاري علمي. ديالنا ولفوا انه كاينين يمكن بعض الفنانات عزيز عليهم يثيروا الجدل بالمدابزه، بالمخاصمه، بالكلمات الساقطه. انا ماشي ديالي داكشي نهائيا. في كل مجتمع كاينين ناس مرضى، هادو اللي كنا كنهضروا عليهم اللي كينتقدوني على كلمه ديال الضحك، هما في حد ذاتهم مرضى نفسيين. اكيد انا باقى على رايي، وحتى لو ندير مليون مسلسل معاهم، لانه الانسان اللي غير راضي بالواقع وغير راضي على نفسه ففعلا هو مريض نفسي. ومن حقهم يطالبوا بمغربيات. المرأة المغربية رمز الجمال ورمز الثقافة ورمز للمرأة المحاربة اللي ما عندها حتى شي حاجة مستحيلة في حياتها العائلية ولا الشخصية ولا العملية. ومن حقهم، ومن حق حتى دوك المرضى النفسيين انهم تجيهم الغيرة ويجيهم الحسد ويجيهم. مع العلم انني ما كنعممش، بالعكس المجتمع الخليجي على راسي من فوق، كاينين الناس طيبين ومثقفين، والناس اللي احنا عرفنا يا ما حسونا بقيمتنا كنساء من المغرب، وكيحبوا المغرب وكيجيو للمغرب وكيعجبهم الثقافه المغربيه ونساء المغربيات. هادو ناس طبيعيين ماشي مرضى نفسيين، وفي كل مجتمع كاينين المرضى. رجل تركي ما كنتحكموش في القدر ديالنا. فارس احلامي مثقف، خاف الله طبعا، اخلاقه غنيه، مش شرط يكون غني ولكن اخلاقه تكون غنيه. لا شوبينغ ديالي شكون يديرو لي؟ ميمكنش، ما نقدرش نزوج راجل فقير، لاني ما عايشاش في حاله فقيره، ما عشتش في اسره فقيره، ما عشتش حياتي حاليا وانا فقيره. فما نكذبش عليك، يعني انا انسانه كتحب الحب ماشي العاطفي بالقلب، لكن كنحب دماغي الى نويت نحب. سو خاصنا دائما نحافظوا على داك التكافؤ ما بين المستويات باش حتى الزواج يكون ناجح. المغاربه، المخرجه ديمنا، الفنانه كليلة الممثله حبيبتي وعمري إلهام وعزيز صديقتي الغالية، وما نقدرش نقول بزاف باش ما ننساش بزاف، كاين كثير أصدقائي من وسط الفن. زمالة. علاش قلتي أنت؟ حيت ماشي صديقتي، نقول إنسانة صديقتي وهي ماشي صديقتي.
حاجة اللي ما قدرش نتخلى عليها في الساك ديالي. الكحل. ساعة من بين مكياج ولبس. 35 25 أنا ملكة السيلفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.